فارغ. أما ميسي ففعل كل ما يقدر عليه من أجل هدف الفوز، إلا أن صلابة الدفاع وحارس الميرينجي حالا دون تحقيق ما يريد. ذهاب كلاسيكو كأس الملك لم يكشف المتأهل بعد، في انتظار إياب حارق على سانتياغو برنابيو. وللحديث أكثر عن الكلاسيكو ينضم إلينا في استوديو الحصاد الكابتن هشام جدران، المدرب المغربي الحاصل على شهادة يويفا برو، وهي أعلى شهادة تدريبية يمنحها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. أهلا بك معنا كابتن هشام. مرحبا. أبدأ حديثي معك بصاحب الضيافة برشلونة الذي افتقد إلى الانطلاقة المثالية، كان هناك أخطاء في التمركز في التمرير، تأخر في النتيجة قبل أن يعود للأجواء ويبسط سيطرته المعهودة، خصوصا بعد دخول ميسي الذي أربك الريال بشكل واضح ولو أنه لم ينجح بالتسجيل. المقابلة مش سهلة، ولكن المقابلة جميلة في حد ذاتها، لأنها تلعب في مدينة برشلونة. أنت تعرف بأن هذه المقابلة كيف ما كان حلوها فلا يمكن تعرف بالضبط على نتيجتها، لأن الفرق كيف ما كان حلوهم لا في الدوري ولا في الكأس، فركائز الفرق في إسبانيا هي إسبانيا، هي ريال مدريد وبرشلونة. فعلا المدريد كان الأحسن في الشوط الأول، والدليل كما احنا تنقولوا في باللغة الإسبانية لا كونسيرفاسيون دو بول ولا لا كونسيرفاسيون دي بالون بالإسبانية هي اللي تتكون عند برشلونة، ولكن كان أحسن بالكرة كان المدريد هو الأقوى، كان الأحسن هو اللي غطى على المساحات الفريق برشلونة وما خلاش يلعب الكرة مالودي. هذا كان من صعب برشلونة يلعب بالكرة اللي تريد. وحنا دائما في لغه الكره كاينين حاجتين مهمتين دائما، يا اما نديرو بريسينغ باش نسويو نخليو فريق برشلونه يخطا، او تنسميو حنا بالاسبانيا لا بريسينغ انتنسيفا، بمعنى ان نوقفو ونعتمدو على الاخطاء ديال فريق برشلونه. هذا هو اللي سوات مدريد، وفينيسيوس جاتو مرتين كرتين في المرتده ولم يصيب فعلا في التمرين، وكان الاحسن مدريد الوقت اللي سجل الهدف الاول. ففريق مدريد تفوق على برشلونه حقيقه في وسط الميدان، لان كان هناك تركيز، كان هناك سلاسه في اللعب، والفريق برشلونه لقى صعوبه بالخروج بالكره بالسلاسه. هما الفريقين كانوا متوازيين ايضا في السيستم ديال اللعب، في الستايل كانوا تيلعبوا ب 4 3 3 بنفس الايقاع بنفس الستايل بنفس السيستم، ولكن كان المدريد كان هو الاحسن في التمرير. نعم. والجل كما بيقام فيدال، ما كان راكيتيتش وميسي، ما كان كوتينيو، عندها احسسنا ان برشلونه تحرك وقام بالضغط على دفاع ريال مدريد. بالضبط، وهذا هو اللي شفنا في الشوط الاول. مدريد كان هو الاحوج، كان هو الاحسن. صحيح. كان هو صاحب الكره، سكر على برشلونه الوقت اللي كان محتاج برشلونه المساحات، مدريد لم يعطي المساحات. تدارك بالبيردي في الشوط الاول، لان كانت واحد الحلقه اللي دائما تنقولوا ميسي هو اللاعب، هو المحرك، هو العقل المدبر دائما للاعب ديال برشلونه، الوقت اللي جعل فيدال اللاعب كما تنقولوا انا دائما العسكري اللي تيسترجع الكره ويساعد دفاع، وكان ميسي اقرب هجوميا، فكان هناك توازن، وشفنا بان فعلا برشلونه وصلت لذاك اللعب ملعب، والدليل على ان سجلوا الهدف اللي كان ينقص برشلونه في الشوط الثاني، فكان برشلونه في الشوط الثاني احسن من الشوط الاول. نعم كابتن هشام ابقى معنا، سوف نعود اليك دائما في هذا الحصاد. وعقب المباراة قال سيرخيو بوسكيتس لاعب برشلونة أن نتيجة التعادل بين الفريقين كانت عادلة. نعم، وأكد أن المواجهة طبعها التكافؤ. أعتقد أن النتيجة عادلة، لقد تقدموا أولا في كرة ربما كانت هي تمريرة وبعد ذلك لم نتمكن، ولكن هذه هي مباريات الكلاسيكو، وبعد ذلك أعتقد أنها كانت مباراة متكافئة عادلة. نعود إلى ضيفنا في هذا الحصاد في الاستوديو كابتن هشام، تحدثنا منذ قليل عن اختيارات فالفيردي، ما تعليقك على تغييرات واختيارات سولاري، الإبقاء على أسينسيو وإيسكو ثم إخراج فينيسيوس الذي ربما كان اللاعب الأفضل من جانب الريال الليلة؟ هو دائما تنعرفوا كل المدرب دائما في الحلقة وفي المقابلة في حد ذاته أولى
مسيره اللاعب هو تحتم عليك، لان ما تعرف بان حتى الدخول ديال ميسي والدخول ديال اللاعب فيدال فهو اللي حرك ايضا سولاري باش دخل كاسيميرو في الوسط ويعطي بيل في الاطراف، لان باش تكون موازنه تكتيكيه بين الفريقين وينقص من الحده الهجوميه الان للفريق برشلونه اللي كان محتاج يسجل هدف. فانا تنظن بان صراحه التغييرات كانت ممتازه للغايه، والدليل على ان تتعرف بان الشوط الاول انتهى في برشلونه ولا زال الشوط هناك في مدريد. صحيح. فكان دائما تفتش على المقابله الثانيه، فالمعادله انا شفتها حقيقه جميله جدا، ولو ان كانت شحيحه ايضا من طريقه من تشجيع او من الفرص ديال التهديف، والدليل على ان المدريد جات فرصه واحده لبيل في الشوط الثاني. نعم. كابتن هشام، الان كيف ترى مباراه العوده؟ بالتاكيد هي تخدم مصلحه لمدريد بما انه تعادل خارج ميدانه مع برشلونه، لكن عوده ميسي لا ننسى ربما سيكون اساسي في المباراه المقبله، كيف سيتعامل سولاري مع هذا الامر برايك؟ المدرب دائما انا والاول نكون في مكانه نريد ما يلعب ميسي، لان ميسي هو قلت لك هو العقل المدرب هو الفرق. نعم. ولكن بنجيك بالتأمل اسبانيا والهرم الكروي اللي موجود في برشلونه في اسبانيا مدريد وبرشلونه، فبعد جميع التكهنات لان تتبقى مقابله الان فاصله، هناك بصيص فرصه بان المدريد غتلعب في الميدان ديالها، ولكن دائما برهانات بان برشلونه لا تتحكم في الملاعب، وبالضبط برشلونه تيكون خد الموسم هذا، فستكون مقابله جميله جدا بكل من المقاييس لان المقابله فاصله. كابتن، هل تعتبر التعادل الليله في الكامب نو نتيجه ايجابيه للريال، الضياع التي اصابت لاعبيه خصوصا في الشوط الثاني واعتمادهم بصوره اكبر على الدفاع؟ انا اللي عجبني في مدريد صراحه كان الاقوى والافضل تكتيكيا، ولو كانوا هنا متقاربين، لان المدريد الكثافه الدفاعيه الوقت اللي تضيع الكره، وهذا هو التحول هجوم دفاعي، كان عند المدريد هو الاحسن هو الاقوى، لان كانت الخطوط متوازيه، كانت تروح في الامام 4-3-3 وعند ضياع الكره ترجع تقريبا ب 4-5-1 دائما تسكر المساحات ما يخليش البرشلونه باش تلقى المساحات فين تسجل، وهذا كان هو اللغز ديال الفريق ديال مدريد لكي على الاقل ينتهي المقابله بالتعادل وما ينهزم في المقابله الاولى في برشلونه، فصراحه التحول كان ممتاز للغايه لمدريد. شكرا لك كابتن هشام، سنعود لك بعد قليل. شكرا. من جهتي قال نعم، اعتقد اننا في الشوط الاول كنا افضل وهم كانوا افضل في الشوط الثاني، ولكن هذه هي مباراه الكلاسيكو ومباراه متكافئه ونحن هشام يعني الان نتحدث بالخصوص عن ريال مدريد بما انه سيلعب مباراه العوده لديه، كيف ترى التشكيل؟ وكان سولاري غير مستقر على اللاعب ال11 الاساسي، شاهدنا في فتره سابقه عندما كان كريستيانو رونالدو موجود كان التشكيل واضح 4-3-3 الى جانبه بنزيما وجاريث بيل، لكن الان الامور متغيره مع هذا المدرب، لماذا؟ ان تتعرف كل مدرب وثقافته، كل مدرب وفكره، وحنا تنعرفوا بان الله يحسن عوان المدربين، لان عنده مقابلات، عنده الكاس ديال الشامبيونز كاس الملك، ولا لاحظتي بان السنوات الاخيره عطات اضافه كثيره مع زيدان هو تدوير اللاعبين. صحيح. فتنظر بان المدربين الان ما عندهم حل اخر لان تدوير اللاعبين على المدور بين اللاعبين، لان هناك مقابلات كثيره ومهمه الان تاتي، فهو تعرف بان المقابلات مو سهله، عنده مقابلات كبيره الان التي تنتظر، وما عنده حل اخر الا للتدوير، ولكن تنأكد لك بان المقابله الفاصله الان في مدينه مدريد فتنظن غادي يخرج بالاحسن اللاعب اللي عنده، لانه يريد يلعب نهايه الكاس، لان ما نساوش بان استبعد اسكو على كل حال. هو بعد على الكاس الملك السنوات الاخيره، استبعد اسكو اقصد. أيوه. هناك خصوصيات اخرى تتعرف مشاكل، وما عرفت المشاكل الشخصيه. نعم. الان بين اسكو ذاك اليوم ما يريد يسلم على تشيندو و... صحيح. وتنعرف المدرب تعرف لا ديسيبلين الانضباط. نعم. عندهم امور مهمه جدا. وتتبقى امور خاصه بين المدرب وبين اللاعب. شكرا لك كابتن هشام جدران المدرب المغربي، شكرا جزيلا حضور معنا في الحصاد. شكرا. مرحبا مرحبا.